لك نزاع، ألا لك نزاع. عمي عمر تطا، بسم الله مرحبا بك في دارك. الله يبارك لك ألالا كنزة، والله يدخلني عليك في الربح إن شاء الله. بسم الله ألالا كنزة، غمضي عينيك. أريدك أيا قولي بسم الله. بسم الله. الله يعطيك الخير. شحال شريتيها؟ ستة المليون. ستة الاف ريال. والله يعطيك الخير على كل حال. ودابا عاد عاود لي قصه حياتك، انا بغيت نسمع ليك دابا بالكانة. كنت يا لمن غادي نعاود لك لالا، انا كنت رجل اعمال، كاين بيع ونشري في الارض. يا درتي الفلوس مع راسك؟ ها واحد النهار دازوا المخزنية الحملة، جمعوا لي بالميكا اللي كانت في الأرض، خلوني على أرض بس. أوكاك وقول لي كنت في الراش. المهم المرة الرابعة لالا طلقتها على حقاش، كانت كتضيع الماء بزاف. ونحمد ربي ونشكره هذاك الشيء اللي ما فينا. أنا أعدى حاجة عندي هي نضيع نعمة الله. قلتي لي المرة الرابعة هي انا بغيت تخمس بيا. لا انت كمال 12، انا اللي رينفاتني كانت اللقرة، ما كان قبل شي وحده ترينفيني وحده فيهم. نقول لك العشرة، نقول لك 11، غير زدت معايا الهضره واحد النهار وانا نشدها من قرونها. هي شديتها من قرونها افعار الله، وانا نضربها مع الحيط دف 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 دف. يا رب السلام. أنا اللي بغيت نموت. يا ربي السلام. أبيبتي غادي نموت. أبيبتي. يا ربي. أتخيلي. مصطفى. أبيبتي من العرس للجنازة، أبيبتي أنا فضحتي. مصطفى. أبيبتي ولدي. الوالدة بخير؟ الوالدة كي جاك العريس؟ ها؟ والراجل مجبنتي كتجبي ذا الاخرة ديال باك الله يرحمه ويوسي عليه. اكشف اسما كاين. وعتقني يا حبيبي، عافاك لا يقولوا امك راه قتلت الرجال. عتقني يا وليدي عتقني. صافي صافي هاني جي هاني جي هاني جي هاني جي. قالوا الناس القدام كان حتى كان في قديم الزمان سارف الأسر والأوان، واحد الفيل عند واحد القيف واحد القبيلة، وهذاك الفيل ضصر مرة مرة تيخرج تيأكل داكشي اللي زرعوا هادوك الناس ديك القبيلة. هادوك الناس اللي في القبيلة مشاو عند واحد السيد، قال لي أودي الله يجازيك بخير، بيناك تمشي معنا عند القايد. قال لهم مرحبا، تمو غادي لعند القايد. ما حدهم هما غادي لعند القايد، والناس القايد لقى السيد راسو بوحدو قدام القايد. قال لي القايد ياك لاباس؟ قال لي نعم سيدي، الفيل ديالك. قال لي مال الفيل ديالي؟ هو يضرب جنابه ما لقى تحت، ويقول لي نعم سيدي الفيل ديالك خصنا نجوجوه، خصنا نجوجوه بشي فيلة. هادشي اللي وقع لنا حنا، عليها الناس تقول لك ما قدو فيل زادو فيلة. وما حرمش عليك اخويا مصطفى، وحنا ماشي هو هذا على جينينا. شوف يا جمال، راه هادشي اللي وقع لينا. شوف دابا الوالدة، يلا قلنا تهنينا منها وجوجناها، هو يجينا الفيل، زعما هو يجينا العريس. اهي وينو؟ شتا الطبيب تعطل؟ واقيلا القضية راه حامضة.
دكتور مات الفيل زعما مات العريس. اولي ما ترجليه قال لي ما ترجليش ما ترجليش اختي ناس من مات السيد مازال ما قال والو قتلتيه. هاد السيد لازم عمليه على القلب. عوينه وليدي خرجت فينا عوينه ياك يجيك الواداش من عوينه الله يجيك. هاد العمليه القلب نديروها دكتور. وهاد العمليه تتطلب 10 ملايين. شحال؟ وممكن تنجح هاد العمليه ممكن ما تنجحش. ولدي نديروا العمليه. انا عندي واحد 50,000 ريال غادي نعطيها لكم نعاونكم بها. انا عندي واحد الموتور راه غادي نبيعه الا جاب شي حاجه. اش باش يجيب لك هذاك الموتور اللي بعتيه؟ والو سكتينا انت. انا الله يخلي لي ولدي مصطفى وجمال هما اللي غادي يديروا لي عمليه لباصغي. شكون جمال؟ شكون جمال؟ انت خويا مصطفى شحال ما سمعتوش مزيان. ما سمعتيش؟ 10 ملايين. ولكن غادي نكون معك راجل. شتي هاد 10 ملايين باش بينا نديرو العمليه للوالده. ما غاديش نقول للمدام ديالك راه عطيتي 5 ملايين. واخا قالوا انا زمان. اش قالوا؟ ما قدهم الفيل زادوا الفيله. ايوا زيد قدامي زيد. الو السلام عليكم. الله 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 تحتي من الدروج. الله 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 صافي صافي احنا جايين احنا جايين احنا جايين صافي نوض يلا نمشيو. ومصطفى واش هاد امك ما غتساليش عين من هاد التبرزيط؟ التبرزيط غنوض يلا امك هادي ماشي امي. اولي مصطفى مصطفى اولي ما شوق عليها مصطفى سيدي مصطفى حبيبي مصطفى نوض نوض الله يرضى عليك مصطفى نوض نوض عافاك نوض مصطفى نوض. دابا حبيبي مصطفى سيدي مصطفى من حق الوالدين. الله في الوالدين يا الله وصى على الوالدين.